يا صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا على قناتكم الصحة والجمال ومع برنامجنا حكاوينا بالمصري. عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني جدا 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 من الاسبوع اللي فات. النهاردة ان شاء الله موضوعنا متميز جدا، حلقتنا حلوة جدا، حلقتنا هنستفاد بيها كلنا. هنتكلم طبعا على موضوع الساعة اللي شاغل كل بيت وكل أسرة في مصر وخارج مصر. هنتكلم على فيروس كورونا من خلال الدكاترة اللي معانا النهاردة. معانا تخصصات، معانا دكتورين، كل دكتور هيتكلم من تخصصه. هنتكلم من ناحية علمية جدا، هنتكلم على كل حاجة تخص فيروس كورونا. قبل ما نطلع فاصل وقبل ما نتكلم وقبل ما نرحب على ضيوفنا، ارحب الأول بندى. ازيك يا ندى؟ صباح الفل، ازيك يا دودو؟ صباح الخير. وحشتيني من الاسبوع اللي قبل اللي فات، كنت مفتقداكي جدا من الاسبوع اللي وأنا فات. كمان. النهارده الحلقه بتاعتنا قويه جدا، يعني يعتبر مناظره بين دكتور تغذيه ودكتور نساء وتوليد. الناس دلوقتي زمانها بتقول ازاي نساء وتوليد وازاي تغذيه، احنا بقى هنوريكم الربط بين النساء والتوليد والتغذيه فيروس كورونا. بس تعالوا نطلع فاصل ونرجع نرحب بالدكاتره، ابقوا معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا دكاتره، دكتور امير صبحي استشاري تغذيه. ازيك يا دكتور؟ صباح اهلا الخير. بيك، ازيك يا دكتور؟ ازي صباح حضرتك؟ الخير. معانا دكتور حامد فتحي استشاري نساء وتوليد. اهلا وسهلا، صباح الخير يا دكتور، صباح النور، شرفنا النهارده. ربنا يخليك. مناظره قويه جدا، تغذيه ونساء وتوليد وكورونا في النص. وكورونا في النص، واحنا اللي في النص. انتوا الكورونا يعني. تمام. ايه رايكم بقى في فكره التهويل اللي هي طالعه الفتره دي عن فيروس كورونا؟ احنا نعرف في الاول فيروس كورونا. فيروس كورونا هو فيروس زي اي فيروس، يعني ما اختلفش عن الفيروسات اللي احنا سمعنا عنها الايام اللي فاتت، ولكن متحور. طبعا هو فيروس انفلونزا. تمام. ممكن ما نقدرش نقول عليه اي اسم دلوقتي غير كورونا، لان هو طبعا تحت الميكروسكوب شبه التاج. كورونا يعني كراون، يعني حاجه زي التاج يعني، فقلنا عليه كورونا. هو اسمه الحركي او اسمه اللي ممكن تلاقيه في الكتاب انكوف. هم سموه كده دلوقتي لحد لما يعني نشوف ايه قصته يعني ونعمل له اسم. انا مش شايف ان هو في يعني في حاجه زياده عن اللي حصل قبل كده زي سارس مثلا او طاعون او الحاجات دي. يعني هو مش فيروس زي ما الناس فاكره ان هو يعني خلاص جالي كورونا خلاص انا كده بموت. ده بالعكس، ده احنا عندنا نسبه وفيات اقل بكتير قوي من الفيروسات اللي قبله. يعني لو حسبناها من نسبه مئويه ممكن نتكلم في 2% مثلا من الوفيات. وطبعا مش كل الناس اللي بيصابوا بيها او بيجي لهم المرض ده بيموتوا. اتفضل. عندي سؤال. طيب حضرتك ذكرت دلوقتي ان هو فيروس كورونا، عرف ان هو كورونا لانه شبه تاج كورونا اللاتيني؟ لا مش تاج كورونا، كراون. يعني كراون. هو تاجي يعني. طيب. منظره تحت الميكروسكوب زي التاج بالظبط، فاحنا قلنا كورونا عشان هو يعني تعريب الانجليش. طيب انا جالي دور برد، عرفت ازاي ان انا عندي كورونا؟ وبناء على ايه ان انت قلت ان ده كورونا؟ يعني انت فحصتني تحت الميكروسكوب عشان تقول ان ده كورونا؟ لا احنا مش قلنا كده. ما هو كل حاجه ليها اعراض، بس مصيبه الفيروس ده ان هو اعراضه نفس اعراض الانفلونزا بالظبط، هو نفس الحاجه بالظبط. تمام. بس احنا ممكن بقى نقول مصاحب لكده او زياده على كده، ممكن يحصل لا قدر الله فشل كلوي. تمام. او اعراض ما بتتغيرش، يعني مهما بناخد دواء ما بتتغيرش. بس ده الاختلاف الوحيد او ده اللي بيخلي الناس تخاف اكتر من الموضوع. بس لكن غير كده كل الموضوع عادي، شويه انفلونزا، شويه اعراض سخونيه، شويه عطس كحه، ايا كان، وجع في جسمي، قاعد طول النهار نايم مش قادر اتحرك، فده ممكن يبقى انفلونزا عاديه او كورونا حتى. وبعدين انا عايز اقول حاجه، احنا قبل ما نكتشف المرض مين ما جالوش كورونا؟ مين ما جالوش كورونا؟ مين ما قعدش في بيته بيكح وبيعطس وتعبان وجسمه مكسر ودرجه حرارته ما بتنزلش وبياخد مضادات حيويه ما بيخفش؟ في الاخر بيروح مستشفى حكومي. وفي الاخر ممكن يكون كان عنده كورونا خف. انفلونزا عامه يعني. انفلونزا عامه. مفيش حاجه اكتر من كده. تمام. فانا شايف ان كميه التهويل وكميه الخوف اللي احنا بنحسه بكل يوم وشويه وسائل الاعلام والخوف العالمي اللي حاصل ده، انا شايف ان هو موضوع اكبر من حجمه بكتير. وبقى عندنا ميزه جامده جدا لازم نخلي بالنا، يعني احنا ناس مصريين. تمام. عندنا مناعه قويه جدا. احنا ممكن بجد والله احنا عندنا مناعه تهد اي حد وتهد اي مرض. احنا طول النهار بنشم هواء فيه تراب، بناكل اغذيه ممكن يبقى فيها شويه مشاكل، فده طبعا بيقوي مناعتك جدا.
الطفل المصري اقوى طفل عنده مناعه في العالم. دكتور كان في حد بيقول كده على انها مثلا فكاهه مثلا، بس انا مش عارفه، احنا لو كنا فسيخ احنا مش هيجي لنا كورونا. والله بصي يعني هو ممكن تلاقي حاجات كتير، وفي ناس بتقول تشرب سيجاره حشيش وحاجات كده يعني، في حاجات كده، ولكن احنا ما نقدرش نجزم على حاجه زي كده، احنا ما عندناش تقارير او ابحاث تقدر تقول الكلام ده. فانا طبعا ما اقدرش اقول لحد حاجه زي كده من منطلق ان انا راجل او دكتور في عياده، وان انا ما اقدرش اقول الكلام ده. طيب الفيروس بيتنقل ازاي من شخص لشخص؟ بصي هو نفس الحاجه، هو الفكره ان انت ممكن يعني تلمسي سطح او تلمسي حاجه، ممكن يكون حد كان مصاب بالفيروس ده، عطس مثلا او عامل رذاذ او ايا كان، وتنقل انت لنفسك العدوى دي. هو كل الفكره ان انت ما تقربيش ايدك او ما تقربيش السورس بتاع الفيروس او مصدر الفيروس او الرذاذ بتاع الفيروس اللي محمل بالفيروس لمنطقه الوجه، يعني عشان هو بيعيش بالجهاز التنفسي. تمام دكتور حمد، ازي حضرتك؟ ازي؟ تمام الحمد لله. فيروس كورونا مع الانثى او الست الحامل اكيد بيبقى التاثير عليها اصعب عشان في جنين، فهو بياخد منها اصلا كالسيوم ومناعه، فهنا النسبه بقى بتبقى عامله ازاي؟ تمام. هو فيروس كورونا يعني تعقيبا على كلام دكتور امير، انا موافق تماما طبعا في الكلام دوت، هو فيروس كورونا زي ما دكتور امير كده قال لحضرتك، هو عشان عيله كورونا سموه على عيله التاج، هو كوفيد 19، ودي عيله قديمه جدا وكانت بتعمل نزلات، يعني ما كانتش بتتنقل من انسان لانسان زمان. تمام. الفكره كلها ان حصل له تحور شويه فابتدى ينتقل من انسان لانسان. هو نسبه وفياته زي ما دكتور امير قال بسيطه. الحامل حاله خاصه جدا، لان في الصين لقوا ان معظم الوفيات اللي بتحصل للناس اللي مناعتهم قليل، واحنا بالنسبه لنا تعتبر الحامل من ضمن الناس دي، يعني من ضمن الناس اللي مناعتهم ممكن تبقى ضعيفه شويه. طبعا مش كل الحوامل طبعا، بس على حسب. تمام. لتغذيه لحاجات كتير قوي، فممكن تبقى مناعتها ضعيفه، فممكن تبقى اضرار اكتر شويه على الحامل. احنا الحمايه منه مش حاجه خطيره جدا ومش حاجه صعبه جدا، احنا بننشط العادات المفروض انها تتعمل حتى لو الفيروس مش موجود. غسيل الايد، شرب السوائل كتير، البعد عن الاماكن المزدحمه قوي، خلاص مفيش بقى ملامسه اسطح او سلام، ونبعد ايدينا ونحط ايدينا على وشنا. يمكن حتى منظمه الصحه العالميه قالت لك يعني نخش في زمن ان احنا ما نحطش او ما نستخدمش ايدينا على الوجه. تمام. دي من اهم نصيحه فيه، لان انا ممكن اسلم على حد يكون عنده الفيروس بيعيش على الاسطح حوالي 12 ساعه. تمام. دكتور ده للحامل وللغير الحامل صح كده؟ ده للحامل والغير الحامل. احنا الوقايه في الاثنين واحد. الحامل هنزود عليها يعني حذر اكتر شويه. تمام. وبرضه نضيف معلومه ان الحامل حتى قبل فيروس كورونا قبل كده احنا كنا بننبه عليها، مثلا ايه لو عندك حد مثلا من الاطفال عيان مش عارف ايه الكلام ده كله، حاولي تبعد عنه وانت حامل، حتى يعني باي ميكروب تاني، على اساس ان العلاج مع الحمل بيبقى اصعب شويه. في ادويه كتير ممنوعه اثناء الحمل، وفي مضادات حيويه كتير ممنوعه اثناء الحمل، فاحنا ليه ندخلها؟ الوقايه افضل. طب هو حتى لو انفلونزا عاديه جدا بالظبط، هي مش ناقصه بالظبط هي مش ناقصه يعني هيجي لها دور برد والكلام ده كله. احنا كده كده انت عارفه طبعا ان احنا مش مستحب ان احنا ندي ادويه كتير في الحمل، ومش مستحب ان احنا ندي علاجات كتير، فاحنا بنعمل وقايه افضل في الحمل. عشان كده الحالات اللي بتابع معايا ابعدي عن مصدر يكون فيه يعني عدوى من اي حاجه، حسيتي مثلا ان في حد عنده برد ابعدي عنه، الكلام ده كله. معاكي دايما مطهر في ايدك في الشنطه بتاعتك، دايما بتشربي سوائل كتير. دي النصايح العامه كمان. طيب هل وارد ان الجنين يتاثر بالكورونا؟ لغايه دلوقتي ما قالوش ان هو بيتنقل عن طريق الماشين. خلاص. فيعني حتى الان لا، مفيش معلومه عن كده خالص. تاني حاجه ان هو بيصيب بالجهاز التنفسي، فاعتقد ان الموضوع بعيد شويه. لما بيجيب فشل بيجيب فشل في الجهاز التنفسي، وهو ده دي المشكله. وعاده الناس اللي هم توفوا من الفيروس معظمهم او اغلبيتهم عندهم مشاكل يا اما في الجهاز التنفسي يا اما عندهم مشاكل في المناعه، فالناس ما تقلقش قوي. هي بس كل الفكره كلها بننشط النظافه العامه اكتر، بنقلل الاحتكاك الكتير. هو بس. طيب انا عندي سؤال بقى خاص بيكم انتوا الاثنين يا دكاتره. دلوقتي الشعب المصري لاجئ للكمامات والكحول والديتول، عنده اقتناع ان ده اللي هيعمل لي وقايه من فيروس كورونا. هو احنا المفروض نرفع مستوى المناعه، ولا انا بحصن نفسي بالكمامه والكحول والديتول؟ انتوا رايكم ايه في الموضوع ده؟
هو مبدئيا اي فيروس او اي فيروس صعب جدا ان انت يعني هو مفيش دواء لغايه دلوقتي بيعالج الفيروس. تمام. فزي ما دكتور حامد قال حاجه مهمه جدا، قال ان احنا يعني عموما بنهتم اكتر بالنظافه، يعني نخلي الموضوع كله عباره عن النظافه، ده بالنسبه للوقايه. لكن طرق بقى حاجه ثانيه عشان خاطر اقوي انا جهاز المناعي، ده موضوع ثاني فاحنا ممكن نتكلم فيه، وده اصلا هو المهم. المهم ان احنا نخلي مناعتنا اصلا كويسه. انت لو مناعتك كويسه مش هيحصل لك اي مشكله ابدا. بنقويها ازاي؟ بحاجات كتير جدا. احنا ممكن نكون مبدئيا عندنا مناعه كويسه، بس انا ممكن ما اكونش بعمل الحاجات اللي تفضل تخليها تفضل كويسه. يعني بنعتمد اكتر على الاكل المغذي، بخلي بالي من فيتامين سي، بخلي بالي من فيتامين دي، بخلي بالي من نسبه الايودين. الحاجات دي كلها بتسبورت او بتدعم جهاز المناعي، فجهاز المناعي ممكن يقابل اي مشكله ويقدر يحلها من غير حتى ما تاخدي بالك. دكتور امير، ممكن نفكر الناس اخد فيتامين دي فيتامين سي من خلال ايه طبيعي؟ فيتامين سي موجود في الحاجات الخضراء، موجود في الفلفل اكتر حاجه، موجود في الليمون، موجود في البرتقال، موجود في الاوركيات اللي هي الجرجير، البقدونس، الحاجات دي. تمام. موجود في التفاح، موجود في حاجات كتير جدا. فيتامين دي لازم يكون مفيش حاجه اسمها فيتامين دي كده بس، لازم يكون دايب حاجه زيت، يعني فيتامين دي لازم يكون دايب جوه زيت. طيب احنا بنعتمد على الفيتامين دي ده ازاي او بنجيبه ازاي؟ ممكن يكون في اللحمه، يعني في اللحمه الدسمه ده فيه فيتامين دي، الاسماك الدسمه، الكشريات، الحاجات دي كلها موجود فيها فيتامين دي. مفيش مانع ابدا ان ناخد اقراص فيتامين دي او اخد كبسولات، عشان كلمه اقراص دي برده مش مظبوطه قوي. كبسولات فيتامين دي ممكن ان احنا نتابع عند دكتور او نقيسها، نروح نعمل تحليل فيتامين دي بالظبط كده. فيتامين دي بس مش مهم عشان خاطر المناعه، لا ده مهم عشان حاجات تاني، مهم كمان عشان خاطر كثافه عظامك. مش كالسيوم بس، الكالسيوم ما بيقدرش يدخل العظم غير لما يكون في وجود فيتامين دي، لو هو اقل او اكتر مش هيبقى مظبوط معاك. ولو ما تعرضناش للشمس برضو بالظبط كده، ده اقوى مصدر بيخلي جسمك طبيعي ينتج فيتامين دي، او على اساس ان هو يحسن شويه نسبه فيتامين دي في الجسم. طب هل في دعم خارجي من بره مثلا سبلمنت ناخده او اي حاجه؟ والله انا زي ما قلت لك، في انا شفت في الاخر كده الناس بتقول انا اخد اقراص فيتامين دي. اقراص ازاي؟ هو المفروض ان دي ده دايب في زيت، فلازم يكون اصلا زيت سمك مثلا، ده الدارج او ده اللي موجود كتير قوي في الاسواق، فلازم يكون في كبسولات فيتامين دي تكون زيتيه او تكون دهنيه، هي دي اللي بتخلي فيتامين دي زيت في الجسم. ولكن لو احنا خدنا الاقراص دي او الكبسولات دي بدون ما نتعرض لاشعه الشمس طبعا ملهاش اي لازمه. وعايز اعقب برضه على موضوع فيتامين دي، فيتامين دي مش مسؤول بس عن المناعه او البتاع، لا ده مسؤول عن حاجات كتير جدا، مسؤول عن مودك كمان، مسؤول عن بشرتك، مسؤول عن حاجات كتير جدا. دكتور امير، معنى كده الكلام اللي كان بتسال عليه ندى ان احنا كمامات مهمه، غسيل ايدينا مهم، نظافه مهمه، محدش قال ان هي مش مهمه. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا حضرني موقف، انا دخلت الصيدليه لقيت في واحده داخله بتقول له اديني كل الكحول والمطهرات اللي عندك. طب ما حضرتك انت كده بتحمي نفسك بس، لكن في غيرك ممكن ينشر المرض، يعني المشكله كده هتزيد. هو الفكره مش ان انا احمي نفسي بس، لا الفكره ان انا احمي نفسي وما اخليش المرض يزيد، وده الاهم. لو انا خليت المرض يزيد طب ما انا برضه هتضر، فاهمه ازاي؟ يعني انا ما اقفلش على نفسي واخد كل الكمامات والبتاع واللي قدامي برضه عنده المشكله، لا طب ما ده مش هيبقى كويس بالنسبه لي. يعني الكمامه مش هي دي المهمه، هي حاجه وقايه بالظبط كده، على اساس ان انا لو اتعاملت مع حد ممكن يكون عنده حمل الفيروس، المفروض ان انا كمان ما خلوهوش ان هو يقدر ينشره، او ان انا احافظ برضه على حاجه زي كده. الناس مش فاهمه الحته دي. في دلوقتي يا دكتور منزلين ان في ناس عملت في الاسانسيرات بتاعتهم في اسانسيرات الشغل او البيت، ان حد حط حاجات مناديل وكلينكس عشان الناس تشيل منديل وتعمل على الزرار مثلا ما تبقاش بايديها، يعني ماشي دي حاجه كويسه، فدي برضو حاجات كويسه لازم نشجع الناس عليها. يعني بصوا كل حد في ايده حاجه يعملها لازم يعملها. يعني احنا عايزين نعلم الناس ان هم في البدايه يخلي بالهم من جهازهم من المناعه. لو احنا كلنا عندنا مناعه كويسه مفيش اي مرض هيتمكن مننا، هنقدر نقول بقى من الفيتامين، وان شاء الله برضو ان شاء الله مش كل حاجه من السوق لينا بالظبط كده. هو يعني هو ان شاء الله هي مشكله زي اي مشكله قابلتنا قبل كده، بل بالعكس انا مش شايفها المشكله الكبيره قوي اللي واخده الحجم ده كله، لا احنا حصل لنا كوارث قبل كده وعدت خلاص. هو فعلا حصل لنا كوارث قبل كده وعدت، ولكن المره دي يا دكتور تحس ان الموضوع فلت مننا، ان هو التجمعات اتمنعت، الكنائس هتتقفل، والله بصي يعني هو في اوفر المره دي.
كنتش عايز اقول الكلام ده بس انا هقوله. يعني هو الموضوع يعني شبه يعني ايه سياسي شويه. تمام. فاحنا خلينا في السيف سايد, يعني خلينا في الجانب الامن. احنا نخلي بالنا من نفسنا, ناكل كويس, نتغذى كويس, خلي بالنا من عيلتنا, خلي بالنا من اولادنا, ما نجيبش حاجه من الشارع ممكن يكون مشبوه فيها او ايا كان. ولو حتى ده حصل مش الكمامه اللي تحميني, لا انا ممكن بقى اخلي الموضوع ده يعني يبقى يعني ما حدش يضر منه كمان. طيب احنا فاتحين المكالمات, اي استفسار اي سؤال لدكتور امير ودكتور حامد اكيد هم هيجاوبوا عليه. دكتور بالنسبه للمناحه مش من عارف. على فكره بقى انتوا بتخبروا الموضوع يعني مش نبقى عارفين. لا 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 خالص, احنا بس بنوعي. طيب انا هكلم حضرتك شويه عشان موضوع التأهيل عشان لا هو بص حضرتك, هو الفيروس نفسه تمام زي ما قلنا عليه, كورونا دي مش اول ظهور ليها خلاص. هي طلعت لنا في انفلونزا الطيور, انفلونزا الخنازير والسارس. الفكره بس خطوره ده في ايه, هو انتقاله. انا عاوز بس اعقب على نقطه الكمامه. هو الكمامه ديت بس عملوها عشان حاجه واحده بس. احنا عندنا نوعين من من الانتقال من النفس. في نوع بيسموه الايربورن او اللي هو بيتنقل عن طريق الهواء, وفي نوع لازم يبقى فيه رذاذ. فالكمامه مش وظيفتها انها تمنع دخول الفيروس, هي تمنع الرذاذ انه يتنقل. يعني بمنتهى البساطه حضرتك لو رجعنا للعادات القديمه اللي ما فيش حد يعطس غير ما يحط ايده او يحط منديل او كده, نفس القصه خلاص. وبرضه موضوع دكتور امير اللي قال الموضوع الفظيع بتاع المطهرات, لا هي مش دي اللي هتحميكي. ما هو البيت اللي جنبك لو ما عندوش مطهرات يعني هيبقى هيعديكي برضه. طب ازاي ارفع مناعه بقى الحامل؟ بالظبط. انا بس هعقب بس على نقطه ثانيه بقى, ليه الموضوع التهويل والكلام ده كله؟ عشان احنا طبيا بنخاف من انتشار العدوى في حاجه اسمها اوت بريك او اللي هو انتشار واسع. الفيروس بيقوى. تمام. يعني لو جالي انا برد خلاص, خلي بالك ان الانفلونزا الموسميه في فتره من الفترات موتت ناس كتير, الانفلونزا العاديه اللي بتجينا دلوقتي دي. تمام. بس عشان انتشرت بشكل بشع. فليه بقى احنا منعنا التجمعات والحاجات دي ولا اخره؟ عشان نقلل انتشار الفيروس, عشان نحد من قوته, لان هو ممكن ينتشر ويفضل ينتشر, يحصل له تحوير تاني ويبقى اقوى من الاول تاني. فاحنا بنحد منه. هنقوي بقى المناعه ازاي بتاعت الحمل؟ بس انا سؤال قبل المناعه, انا على علم ان لما فتره الصيف بتيجي الفيروس بيموت. لا, ما هي في فيروسات بتموت وفي فيروسات بتطلع, لان هي على حسب احتمالها. زي ما حضرتك مثلا ممكن تتحمل الجو الحار لغايه انهي درجه. ممكن في ناس تتحمل جو معين, في حيوانات تتحمل جو معين ما تتحملش جو تاني, في حيوانات تتحمل السقعه ما تتحملش الحر. تمام. نفس الموضوع, في فيروسات بتتحمل وفيروسات لا, في فيروسات بتعيش في الحر ولا لسه. البحث بتاع هل لما يطلع الصيف او لما يجي درجه الحراره العاليه الموضوع هيختفي, ولو حصل هتبقى احنا اول طبعا دوله تختفي, لان احنا عندنا الصيف بيبتدي بدري طبعا خلاص. احنا كده بقى يعني ايه, هنشاور لهم من بعيد ونقول لهم باي باي انتوا مع نفسيكم. تمام. فده لسه هيبان. تمام. لغايه دلوقتي هم يعني الكلام او الشائعات, وحتى الفسيخ برضو كانت شائعه برضو, يعني كانت نازله لدرجه يعني نازله حاجه فكاهيه كانت. هي الفكره كلها ان في كلام كتير قوي بينزل, فانت ما بتبقاش عارفه تفلتريه. فعشان كده خلاص بقى احنا بقينا نرجع لمنظمه الصحه العالميه والتعليمات بتاعتها فقط. ما بقيناش ناخد يعني حتى تصريحات من دول او تصريحات من خبرات او حاجات كده. هي منظمه الصحه العالميه بتقول ايه, لان هم طبعا شغالين ابحاث وحاجات كده. نرجع بقى لسؤالك السيده الحامل. بعيدا عن الفيروس وبعيدا عن اي حاجه, السيده الحامل احنا يعني احنا يعني شغالين بقى لنا فتره انا ودكتور امير على قصه التعاون في متابعه السيده الحامل. انا كنت في الاول كدكتور نساء الحامل بتجيلي بديها بعلمها ازاي تاكل او تشرب او بديها الحاجات الاساسيه بتاعتها. تمام. اكتشفت بعد كده ان انا لما يبقى معايا دكتور تغذيه متخصص خلاص وهتابع معايا ومعاه, تمام, هيديها نظام غذائي مفيد مع الحمل, وهيديها مناعه قويه, هيديها يعني هيديها طاقه طبعا للحمل. تمام. هيدي نمو كويس للبيبي. حتى المود نفسه بتاع الحامل بيتغير بالتغذيه يعني فاحنا الحامل كل الفكره كلها ان احنا عشان نقويها مناعتها الفيتامينز والحاجات اللي احنا مديها لها كده كده, لان طبعا بتنقص عندها في الحمل, والتغذيه مع دكتور امير بيكمل معي. تمام. دكتور امير, كنا قبل كده بنتكلم في نظام التغذيه وان سبلمنت اللي ممكن ناخده مثلا قبل الاكل عشان يسد الشهيه, فكنا ذكرنا منتج اسمه اللوشي, هو فيه بكشور السيليوم وفي فيتامين سي. هل احنا ممكن نستخدمه دلوقتي لرفع المناعه بس ما يبقاش مثلا
قبل الاكل يبقى مثلا في نص الوجبات حاجه ليكويد اللي هو بترفع معانا في المناعه ينفع جداً متاح لينا جدا طبعا تمام. واكتر حد مستفيد من الموضوع ده هو الست الحامل زي ما دكتور حامد قال تمام. الست الحامل بتحتاج جرعات للمينرالز او الاملاح المعدنيه او الفيتامينز اكتر شويه من الست العاديه. يعني ممكن نتكلم مثلا عن حاجه منهم زي كالسيوم، احنا بنحتاج تقريبا 1200 مللي جرام كل يوم كالسيوم، على بالرغم من ان احنا بنحتاج اصلا في العادي 900 بس تقريبا. فده طبعا عشان خاطر نحصل عليه كويس لازم هيكون في جنب الاكل بتاعي والشرب بتاعي سبلمنتس او ادويه زي ما انت ذكرتي. الفيتامين سي نفس الكلام عشان احافظ برضو على مناعتي، عشان احافظ على نضاره بشرتي تمام. لازم يكون في فوليك اسيد، لازم يكون في حديد، على اساس ان انا في اول 3 4 شهور كل حاجه في البيت بتتكون تمام. فده طبعا مهم جدا ان انا اعتمد على شويه سبلمنت او شويه ادويه في الاول. ممكن كمان يكون الست الحامل نفسها عندها مشكله من البدايه، فده طبعا بيبقى موضوع اصعب شويه. يبقى لازم نكون بنركز على نظام غذائي بيتغير على حسب التغيرات اللي بتحصل للست الحامل تمام. ده طبعا بيعتمد على متابعه الدكتور ليها وتقاريره بقى. انت جاي لي من عند دكتور بيقول ان في مشكله مثلا او ايا كان، او عندي ناقصه مثلا في حديد او ايا كان، او البيبي مثلا وزنه اقل من حاجات كتير طبعا، مشاكل كتير جدا. بس ده طبعا بينعكس كمان على جمالها. يعني ما دي هننتقل لمرحلة تانية كده. خلصنا كورونا مع الست الحامل. عايزة أسأل آخر سؤال بس. عشب الريديولا دورها هيكون حاجة مهمة جدا جدا في الحاجة دي. حاجة مضادة أكسدة، حاجة مفيدة جدا. أنا ممكن أسميها عشبة الحياة. عشبة الحياة زي الجينسنج بالظبط. طبعا دي حاجات مهمة جدا، وحاجات بقت نادرة جدا كمان إن أنت تحصلي على الحاجات اللي هي ممكن تقدمها لك في أي وجبة تانية. هو سبحان الله ربنا بيحط في كل حاجه كده حاجات ملهاش بدايل تمام. فطبعا دي حاجه مهمه جدا، يعني احنا اتكلمنا عنها، نتكلم في حاجات كتير جدا طبعًا. بس طبعا نظرا لعدم ضياع وقت البرنامج بالزبط. عشان ما يحصلش نفس المشكله. طيب هو كورونا خلصت نبتدي بقى المرحله الجديده اللي هو انا وزني تخين تمام وست متجوزه بس مش حصل انجاب، اعمل ايه؟ هخس وبعد كده هروح للدكتور النساء؟ الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. ازاي؟ الفقره دي اللي احنا هنقولها اللي هي انت حامل؟ ايه دكتور حامل؟ انت حامل ولسه جميله؟ ايوه صح كده؟ الفقره ايوه انت حامل ولسه جميله؟ انت حامل لسه جميله؟ بالظبط كده. عشان احنا عندنا السيده الحامل بالذات في اول حمل. اول ما بتحمل بتخش كده في كذا مرحله، اول مرحله مرحله الفرحه. خلاص بتفرح قوي، خلاص هتبقى ام. بعد كده مرحله هي بتفرح اول شهرين بالظبط. لا ما يكملش، لا ما يكملش، ما هو لسه ما بانش شهر بالظبط، او كل شويه تطلع اختبار الحمل كده وتتبسط وبتعيش الدور بعد كده. ايوه بعد كده بقى تبتدي تبص في المرايه كده، اوبا انا شكلي كله هيتغير تمام. خصوصا بقى لو جيت تعليقات كده، ايه واحده زميلتها، ايه ده مناخيرك كبرت، ايه ده وشك اتغير. طبعا التعليقات دي على فكره بتبقى يعني فظيعه بالنسبه لها. المرحله الثالثه بقى تبتدي تخاف من المسؤوليه، اللي هو في الشهر الثامن والتاسع بقى تبتدي تخاف، هو البيبي ده انا هعمل معاه ايه. خلينا بقى في المرحله الوسطى بقى. بس في ناس يا دكتور بتحلو لما طبعا 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 يعني يقولوا مش عارفه جاي. انا دكتور نساء فانا اقدر اقول لك ان الحامل دايما حلو. لا بس كان انا اسمع مثلا انت حلوه، لا يبقى انت بنت بنوته. لو انت احلويتي في الحمل دي حمل في بنت. لو وحشتي في الحمل تعالى بنت وحشه حلوه برضه، دي حاجه عنصريه ضد الرجاله كده انت عارفه. تمام. فهي السيده نفسها بمجرد كده ما بتعدي الشهر التالت او حاجه بتبتدي فعلا شويه تغيرات تظهر عليها. الفكره بقى ان زمان كانت الحمل بتقول خلاص وبتاجل كل حاجه لما بعد الحمل والفطام. خلاص تمام. حاليا لا، احنا بنحافظ على نفسنا، بنحافظ على جسمنا، بنحافظ على بشرتنا واحنا وانت حامل. لازم وانت حامل تحافظ على الحاجات دي كلها عشان ما تبذليش مجهود بعد كده فظيع بعد الحمل والولاده تمام، ان انت ترجعي جسمك زي الاول تاني. جميل. فاحنا اولهم طبعا التغذيه والحاجات دي كلها طبعا، ودكتور امير هيخش في قصه التغذيه والحاجات دي كلها والحاجات العنايه بالبشره والاخر، عشان بس نوضح نقطه، انت كلي صح ما تاكليش كتير تمام. دكتور امير، الدكتور حامد استاذنك معانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام.
كنا اكلم الدكتور امراض نساء. اتفضلي معاكي حضرتك. انا حضرتك لما بوصل للساكت اتفضلي سامعيني. بتعب جدا بورم جدا وبتعب والضغط بيرفع جامد وبفضل كده لحد التاسع. تمام تمام. نظام اكلك ايه؟ بتاكلي ملح كتير وحاجات حادقه كتير؟ انا من النوع اللي انا جسمي بيكون املاح بسرعه. ايوه حضرتك بتاكلي ملح كتير، مخللات، حاجات حادقه؟ لا ما باكلش الحاجات دي عشان انا جسمي بيكون املاح. جميل. من نوع من الحاجات دي حاجات طبيعيه يعني بسيطة. تمام. ضغطنا بيوصل كام؟ ايه ضغط بيوصل كام؟ بيوصل عالي يعني، بيقول له مش فاكرة بس هو بيوصل عالي يعني. يعني انا دلوقتي حامل في الرابع فبخاف من انا اول ما ابدأ في السادس بقلق. لا ما تخافيش خالص، هو كل الفكرة كلها محتاجة متابعة كويسة، بنمنع الملح خالص وبنمنع الحاجات اللي فيها ملح خالص تماما تماما ما عدا الملح بتاع الاكل بكميات محدودة جدا وبحاجات قليلة جدا، لكن اي حاجة فيها ملح، الملح الابيض بتاعنا اللي فيه صوديوم بنمنعه خالص. وبعد كده بنقيس الضغط في كل متابعه للدكتور، واول ما الضغط بيبتدي يعلى بندي حاجات بتظبط الضغط. ما تقلقيش خالص من القصه دي نهائي، احنا لو متابعينها من اول فعلا 20 اسبوع الدنيا بتبقى كويسه جدا وبتكمل حامل عادي جدا وبنصلح المواضيع دي ما تقلقيش. معانا تليفون تاني. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذه نجلاء؟ الحمد لله والله. بس انا عايزه اسال بس الدكتور سؤال ممكن؟ اتفضلي يا فندم. انهي دكتور؟ طيب في اتنين. الدكتور لا دكتور النساء. اتفضلي. بصي يا دكتور انا سني دلوقتي 51 سنه، فالدوره الشهريه دلوقتي مش منتظمه معايا، بس جسمي بحس بيه فوران وحاجات زي وبعرق جامد من فتره لفتره. فبس ممكن تقول لي، هم قالوا لي كده خلاص بدايه الدوره بدات من عندك، انت ممكن بس تنصحني بايه؟ ان انا ممكن اخد حاجه بديله للتعميد بتاع الجسم الحاجات بقى اللي تعوض القطاع بتاع الدوره دوت. تمام يعني الموضوع ده طبيعي جدا وهو بيقعد سنه او اقل، اللي هو الصهد والحاجات اللي يعني والسخونيه في الجسم والكلام ده كله. احنا بندخل الفول الصويا شويه في اكلنا عشان الفول الصويا بيحسن الموضوع دوت، وبناخد اقراص اللي هو البريمروز بس كده، مع طبعا ان احنا ايه يعني بندخل بقى دكتور امير هيتكلم شويه على موضوع التغذيه في المينوبوز، لان ده موضوع برضه شائك. شائك طبعا. جدا. بس احنا بالنسبه لنا احنا بنزود الفول الصويا عشان الفول الصويا فيه ماده كده بتقلل شويه الصهد والحراره، ايوه بالظبط كده. وبندخل البريماروز مع طبعا على طول بقى يعني الحمى ميه بارده والحاجات دي كلها، وكريمات مرطبه بتظبط الدنيا دي شويه. ماشي. قبل ما نتنقل لدكتور امير، عايز اعرف فتره التبويض بتبقى امتى؟ في الغالبيه، في الغالبيه لو الدوره بتيجي كل 28 يوم واحنا بنحسب الدوره من اول يوم لاول يوم، مالناش دعوه هي خلصت امتى، بتبقى من اليوم العاشر لليوم ال 16، بتختلف من الشهر لشهر يعني في نفس السيده. يعني ممكن الشهر ده تيجي اليوم ال 13، ممكن الشهر اللي بعده تيجي اليوم ال 12، ممكن الشهر اللي بعده تيجي اليوم العاشر وهكذا. ده يعني رفلي كده او بوجه عام يعني. طبعا الدوره بقى لو في ناس عندها دوره بتجيلها كل 30 يوم كل 25 يوم بتختلف شويه، لكن ده الشائع يعني. تمام. دكتور امير تعقيبا على الاتصال اللي جه والمدام اللي لما بتحمل ضغطها بيعلى، احنا ممكن نستبدل الملح العادي بتاعنا بالملح اللي في الصيدليات مثلا عشان يبقى اقل معاها شويه؟ احنا ممكن نقول حاجه اسمها ملح هيمالايا. تمام. موجود على فكره في سوبرماركتات كتير جدا، في ناس بتشتريه ومش عارفه ان هو ده ملح الهيمالايا، بس انت لو سالته هتلاقوه. تمام. ملح الهيمالايا كده شويه ايه؟ لا مش خشن ولا حاجه، هو على حسب الشركه المصنعه ليه، ممكن تلاقيه خشن او ناعم ايا كان. هو ميزه الملح ده صوديوم بس. ميزه الملح ده ان هو ما عندوش صوديوم او نسبه بالصوديوم اللي هي لا تذكر. اتصال. طيب اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا استاذه منى. اتكلم الدكتورين. اتفضلي يا فندم معاكي. بصي حضرتك انا مدام وعندي ثلاث ولاد. اهلا وسهلا. انا لما بتجيلي الدوره الشهريه بتعب وعندي انيميا 10.5. تمام. يعني بتعب جامد. حضرتك بتستخدمي وسيله؟ لا كنت باخد منع الحمل برشام وبعد كده بطلته. طب عملنا اشعه تلفزيونيه كده او حاجه شفنا ايه المشكله؟ لا ما عملتش اي حاجه، بس انا مش عايزه عشان خاطر تعبت القولون بقى يتعبني من البرشام والحاجات دي. هي الدوره بتنزل زياده شويه؟
طيب وبتعب جامد طيب، هو الإجابة عليها لازم طبعا أشعة تلفزيونية، لأن ممكن يبقى في ورم ليفي، ممكن يبقى في سماكة البطانة. ف وحضرتك كان ممكن اعمل ايه لدكتور التغذية؟ ممكن اعمل ايه للأنيميا نت تمام. يعني تبقى كويسة عندي، ما بتخفش طيب ابدا أنا هرد عليكي حاضر، بس بعد ما حضرتك تقفلي عشان برضو إيه من وقت نتكلم في البرنامج. الموضوع بطريقة خلاص أكبر ماشي يا شوية. فندم، ممكن تسمعينا. طيب هقولها كده سريعا عشان بس ايه تمام احنا وعدناها. يعني في الاول نتجنب الاعداء الخاطئ العادات الخاطئه اللي احنا بنعملها، يعني ما نقومش من على الاكل نشرب شاي، ما نروحش نجيب اكل من الشارع نقول انا باكل كتير، تمام؟ فالحاجات دي بتقلل شويه امتصاص الحديد او بتعمل مشكله او اصلا ما يبقاش فيها حديد. لكن احنا بقى لو بنتكلم في رقم زي ده، المفروض ان انا اخلي بالي بقى من حاجتين، اولا حديد، ثانيا فيتامين سي. فيتامين سي ممكن ناس تيجي لي عندها انيميا ما عندهمش فيتامين سي بس، لكن عندهم حديد، تمام؟ الفكره كلها ان انا بخلي الحديد ده يمتص اكتر او تعزيز امتصاصه بالفيتامين سي، والمفروض ان انا ما بحطش حاجات او اكل قدامي طول الوقت ما فيهوش الكلام ده، تمام؟ يعني اتجه شويه للحاجات الحمراء الغامقه او الخضراء الغامقه، الحاجات دي فيها حديد كويس، مع بقى ان انا احط مثلا نص ليمونه على الاكل ده فيتامين سي، تمام؟ بس ده بمنتهى البساطه. لكن برضه المفروض ان انا لو الموضوع مطول معايا او موضوع من قديم معايا، لازم طبعا اتجه ان انا اخد ادويه واتابع مع دكتور. تمام. سؤال لحضرتك يا دكتور امير، هو هل ينفع وهي حامل تعمل دايت؟ ايه المشكله يا جماعه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، الدايت مش قله اكل، ده موضوع. الدايت مش قله اكل، مش بس الحامل، اي حد. ولكن لو هنتكلم عن الحامل، المفروض ان احنا بنتكلم ان احنا ناخد اكل مغذي مش كتير. يعني احنا بناكل، احنا ممكن نكون بناكل كتير جدا، الست الحامل بتاكل كتير جدا وعندها انيميا وحملها وحش وتعبانه طول الوقت وعندها مشاكل ورايحه جايه على الدكتور. وفي حد تاني ممكن يكون بياكل كويس، يعني بتاخد قيمه غذائيه كويسه من الاكل ومش كتير، وهو ده الصح، تمام؟ تمام. زي ما قلت لك في البدايه، احنا مهم جدا ان احنا نعتمد على مصادر هامه جدا للبروتين، تمام؟ البروتين والحديد والكالسيوم والسي، الحاجات دي مهمه جدا في بدايه الحمل، ولازم اكون مخليه بالي جدا، حتى لو مش هقدر ان انا او وقتي مش هيسمح، او واحده مثلا بتشتغل او ايا كان او ما عندهاش الثقافه دي، لازم تتابع مع حد يكون بي بي بيقول لها تاكلي ايه وتشربي ايه وتاخدي دواء ايه وكل الكلام ده. دكتور امير، هي الحامل المفروض في فتره الحمل، يعني مثلا لما اطلع من الحمل اكون زايده قد ايه المفروض؟ المفروض 12 كيلو، يعني 9 شهور 12 كيلو. طبعا احنا ماشي ميه من 6 ل 12 كيلو ده ماكسيمم، او يعني ممكن نقولها بطريقه ثانيه، هي بعد ال 40 بتاع الحمل هتخس 12 كيلو عشان الميه اللي في جسمها تكون، يعني هي هتنزل 12 هي كيلو هتنزل، فاي حاجه اوفر ال 12 كيلو ده انت كلتي كتير قوي، مش هترجع تاني، مش هتنزلهم، هترجع بقى بدايت، لكن هي نفسها اوتوماتيك بعد ما بتولد بترجع 12 كيلو. طيب ومقوله انت بتاكلي ليكي واللي في بطنك فلازم لا 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 لا، ما هي دي بقى الفكره، هو دكتور امير دلوقتي وضح مش بالكم بالكيف بالظبط. يعني في عادات عندنا غلط، اول ما الست تحمل بيعملوا لها حاجتين، ما تتحركيش خالص خالص، ويحبسوها في الاوضه، تمام؟ تمام. ويدخلوا لها الاكل، بيحسسوها ان جالها مرض، تمام؟ لا، هو انت حامل مش عيانه، انت مارسي نشاطاتك العاديه، انزلي شغلك، اتحركي، انزلي روحي النادي، انزلي عيشي حياتك عادي. معانا تليفون. الو الو، ايوه استاذه اسماء اتفضلي. الو ايوه يا استاذه اسماء سامعينك. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل حضرتك. انا كنت عايزه حاجه للنحافه. دكتور امير هيرد عليكي. طب قولي لي بس المشكله باختصار كده، النحافه ازاي؟ ماشي. اخويا عنده طب هو كام سنه اخوكي الاول؟ 6 سنين. عنده 11 سنة. عنده 11 سنة وعنده نحافة، مش بيكبر، يعني وزنه ده دايما بيفضل ثابت كده، طيب وزنه بس ولا ما بيكبرش في الشكل؟ يعني مش بيطول مثلا؟ هو بيطول بس، لكن وزنه مش يعني ما هو مظبوط. لكن طب انت شايفة ان في عنده مشكلة في الأكل؟ بياكل كويس يعني؟ لا هو مش بياكل كويس، يعني بياكل يعني مرة أو اتنين. شهيته قليلة. نديله حاجه تفتح شهيته قليله يعني. ايوه. طيب خلاص حاضر. سلام. ماشي يا فندم، ميرسي كتير للاتصال. برضه سريعا، في ناس يا جماعه بتاكل حاجات قليله، يعني حاجات قليله وبتشبع.
السكر قبل الاكل ده ممكن يعمل كده. يعني ممكن لو انا باكل بقوم الصبح اكل شوكليت مثلا ولا بشرب كوبايه قهوه مسكره قوي ممكن ما افطرش. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه المفروض ان انا اخلي بالي برضو من انزيمات هضمي. يعني انا المفروض ان انا ممكن اكون باخد حاجات جنب الاكل مهضمه شويه او مقبله شويه، احط جنب الاكل مخلل مثلا او زيتونه او حاجات زي كده. ممكن بعد الاكل اشرب شويه 7 اب او اجيب فوار فروت على اساس ان انا اسرع شويه موضوع الهضم. هو ليه صحيح يا دكتور لما بناكل مثلا حاجات فيها سكريات انا عايزه اكل حاجه فيها حاجه حادقه، لو كلت حاجه فيها موالح لا لا انا عايزه حاجه مسكره، ليه بيحصل الرياكشن ده بعد الحاجة؟ بصي هي الفكره كلها ان احنا في حاجه كده في معلش يا دكتور معانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج رجب، اتفضل. تحياتي ليكم وتحياتي الصراحه السيدة مصر الجمال والله، وتحياتي لبريد اعداد محترم وقناه محترمه. ربنا يخليك يا حاج رجب. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل. والنبي عايز اسال الدكتور. اتفضل سامعينك. انا سني بالظبط 60 سنه وزوجتي 47 سنه وكانت بتاخد وسيله، طبعا احنا جوزنا العيال تمام و100 100 واستدرت الحمد لله. الحمد لله. فدروبيتي ايه بطلت الفرشان بس ما رضاش تحبس. عاوز توقف البشام بس يعني مش عاوزه تحمل. لا عاوز عيال. عاوز عيال. عاوز عيال. هي كم سنه؟ هي كم سنه يا فندم؟ مش كده حقه. 47 وانا 60. 47 سنه. ايوه تمام تمام يا فندم، بس احنا طبعا عارفين النسب بتقل شويه، هي طبعا ممكن تحمل طبعا، احنا مش بنقول لا تمام. بس هي النسبه لكن مسافه بطلت البرشام ما بتحملش. اه بقى لها قد ايه بطل برشام؟ بتاع كده 7-8 شهور بس. لا ده حاجات قليله، ده مش كتير، ده 7-8 شهور. طيب هي بس كل الفكره بس يعني محتاجه تحليل واحد بس عشان نعرف هي عندها تبويض وممكن تحمل ولا لا. وطبعا طبعا عشان بس يعني دي معلومه لازم طبيه لازم تتقال، ان نسب الحمل طبعا بتقل مع السن ومشاكل الحمل بتزيد مع السن طبعا، فمش مستحب يعني ان احنا نبقى نحمل في السن العالي شويه. طيب دكتور حامد نجاوب في السؤال عشان بتاع السكر والملح. طيب بص يا ستي، انت عندك كده في معدتك حاجه بتطلع المخ تمام بتقول انا شبعت او جعانه، تلاقي اللابتين يعني خلاص في حاجات كتير جدا بتعرقلها. لو انا اكلت حاجه مسكره مش هيوصل، هتقعدي تاكلي صينيه بسبوسه ولا صينيه كنافه وهتحسي ان انت لسه جعانه. تمام، بس الفكره ان انت زهقتي اصلا من احساس المسكر فلازم هتغيري. يعني ده موضوع سايكو شويه او موضوع نفسي شويه، والعكس نفس الحاجه برضه، بس ده بمنتهى البساطه. تمام دكتور حامد، في سؤال تقريبا كل الناس اللي لسه متجوزه جديد مستنيه السؤال ده، امتى بدور ان انا يحصل انجاب؟ ابدا ادور بعد قد ايه؟ بقى يعني في ناس بعد 3 شهور تقولك انا ما حصلش. بالظبط، هو السؤال ده سؤال جميل جدا. بصي عملوا بحوث على ناس كتير قوي، اكتشفوا ان الحمل بيحصل في خلال اول سنه. نسب اكتر نسبه حمل بتحصل بين اي اتنين متجوزين في اول سنه. فراحوا متفقين على اتفاق كده وكل الدكاتره المفروض ماشيين عليه، ما تدورش على حمل ولا تروح لدكتور ولا تتابع، بس هنقول بس استثناء ايه بس ده للعام، قبل سنه. قبل سنه بشرطين. ايه هم الشرطين؟ ما يكونش عندها مشكله اساسيه، ما مش هتبقاش عندها مشكله وهي عارفه ان عندها مشكله او في مشكله مثلا في الدوره او في مشكله هو عنده او كده وتستنى سنه عشان تروح تعالجها. تمام، ده الشرط الاولاني، ما يكونش في مشاكل. خلاص، ودي تشيك واحد احنا بنعمله عندي في العياده مجرد انه اوكي تمام، لا خلاص استني السنه بتاعتك. تمام. وتاني شرط ان يكون الزوج مش دائم السفر، يكون في علاقه يعني متوازنه موجود. تمام. متواجد. لو عدت السنه وما حملتش تبتدي تسال على موضوع الحمل. تمام، قبل كده لو انا دخلت بهرمونات دخلت منشطات انا كده باذيها مش بفيدها. بالعكس، انا لازم خلي بالك ان بيحصل شويه لخبطه كده بعد الجواز مباشره. بالظبط، هرمونات بتتغير. بالظبط كده. لازم وده ده ده دي مدرستي، سيب الجسم يظبط نفسه الاول قبل ما انت تتدخل. لان هو هيظبط الدنيا احسن منك بكتير، فانت ما تستعجلش على العلاج. ما تستعجلش على التدخل، ما تستعجلش ان انت تدي العيانه دواء. ما تستعجلش ان انت تملى لها روشته وش وظهر عشان تبتدي تاخد وتاخد نشاطات والى اخره، وهتخش في يعني في تروما بعد كده اللي هو انا لا طب انا اخدت نشاطات وما حملتش على النشاطات، وهي اصلا لو سبتها لوحدها هتحمل. فلازم نديها فرصتها. تمام. دكتور حامد،
انا حملت، انا مش قايمه من مكاني، انا مش نازله الشارع، انا مش هتحرك خالص. مع اننا بنشوف مثلا بره، بنشوف ناس بتعمل تمارين وبتجري وبتتمشي. دي المحاضره بتاعتي في كل الحالات اللي بتجي. دي المحاضره اللي هي بتاخد حوالي في اول فيزيت كده، في اول زياره عندي. تمام. طب استاذن حضرتك اخد اتصال ونرجع نجاوب على السؤال. الو الو. ايوه اتفضلي. انا عندي 20 سنه وعندي انيميا وعلى طول ضغط وطي. طيب ده دكتور امير. اتفضل يا دكتور. كده بس برضه هجاوب. تمام دكتور امير هيجاوب على سؤال. في حاجه تاني؟ الموضوع ده بقاله كتير. من قبل ما اولد 9 اشهر كنت حامل، وادي شهرين دلوقتي والده، بس بعد ما ولدت الضغط وطي على طول. ادي شهرين والده. تمام. طب وانت كنت حامل وعندك انيميا؟ كان عندي انيميا وانا حامل وكنت باخد محاليل. تمام. طيب اتفضل. الموضوع هنا هيبقى شكرا لاتصالك. اتفضل. المسؤول طبعا عنه التغذيه. تمام. مش كون ان انا ابقى حامل واروح لدكتور يكتب لي حديد يبقى انا كده بقيت كويسه. وطبعا اللي احنا بنعمله انا ودكتور حامل. تمام. هي دي الفكره. الفكره ان انا اكون باكل طول ال9 شهور او عموما اكل صحي بيحافظ على نسبه كل الفيتامينز والمعادن والاملاح الموجوده في جسمي. تمام. ولو في حاجه وقعت مننا لازم الحلقه تيجي تقول لك، او الحد اللي بيجي تبقى مع عندنا يقول لك ان انا عندي او حاسس بحاجه، انا شعري بيقع يا دكتور، انا ضوافري بتتكسر يا دكتور. تمام. طبعا بننتبه لحاجات زي كده اول باول. تمام. على اساس ان ما يحصلش مشكله بعد كده، او يحصل حاجه اسمها سوء تغذيه. ماشي. بعد الحمل دكتور. تعقيبا بس قبل ما اجالك في السؤال، ان انا اصلا ما بدخلش حديد ولا كالسيوم في اول 3 شهور في الحمل، فانا معتمد تماما على التغذيه. بالظبط. نرجع بقى لسؤالك. المحاضره بقى بتاعت الست اول ما بتيجي خلاص، اللي هو لازم تهيئيها ان كان ما حصلش حاجه. يعني ما حصلش حاجه، انت ماشيه في حياتك الطبيعيه عادي جدا وحصل حمل. فالحمل دي حاجه فسيولوجيه جدا بتحصل لكل السيدات. انت حامل مش عيانه، والله ما عيانه. يعني بمنتهى البساطه كل الفكره، كل اللي هيستجد عليكي ان انت مجهودك هيقل. يعني انت نفسك كجهد هيقل شويه. ممكن الحاجه اللي ما كانتش بتتعبك قبل كده ممكن تتعبك شويه، بس ده مش معناه ان احنا نوقف نشاطاتنا. بالعكس، بالمناسبه بقى، ان الرياضه بتحسن الحمل جدا وبتنشط الدوره الدمويه وبتوصل الدم للبيبي كويس. خلاص. ولو الدم للبيبي قليل احنا بنحفز الست انها تنزل تتحرك عشان الدم للبيبي يوصل. وبتساعد على الولاده. وبتساعد طبعا على الولاده. وبتساعد على ليونه الحوض. معلش عشان الولاده الطبيعيه. ناخد اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت اسال الدكتور حامد سؤال. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. لو سمحت بتكلمك. ازي حضرتك؟ انا سامع بس. نعم. لو سمحت يا دكتور حامد، الله يسلم حضرتك. لو سمحت يا دكتور حامد، انا كنت حامل 40 يوم فعلا 40 يوم بس. ايوه مع حضرتك. سامعيني. انا سامعك. طب حاولي تكلمينا مره تانية. اتفضلي. ممكن خط فصل. تمام. فاحنا لازم نشجع طبعا الست انها تتحرك، تروح النادي، تمارس نشاطاتها العاديه. طبعا هقول لك حاجه، السباحه. اوكي. مع الحمل بالمناسبه، يعني قولي دلوقتي بقى الست حامل انزلي مثلا عمي في البسين او بتاع. لا 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 خطر. انا بشوف الاجانب قبل الولاده بيعملوا رياضه طبعًا. غريبه. ورقص. ترقص. لازم ترقص عشان تنشط الدوره الدمويه. بالزبط. عشان تنشط، عشان تحرك كمان عظمها. الحركه كمان بتساعد على دخول الكالسيوم للعظم بتاعها، فهي صحتها بتبقى افضل. تمام. فدي مسج مهمه جدا. انا اعرف كمان ان احنا في اخر مثلا اخر شهر اول ما ندخل التاسع مثلا تتمشى. ماشي. صح كده. ماشي. ماشي. بيحسن الولاده. ماشي طبعا بيحسن الولاده وبيساعد على الولاده فيما عدا الحمل اللي انا اقول لها ريحي. ولازم نحط نقطه، ريحي مش نامي. ريحي مش نامي. ريحي يعني ما تنزليش الشغل. ريحي يعني ما تنزليش، ما تطلعيش سلم مره واحده كده، سبرنت مره واحده وتجري ومش عارف ايه وتتنططي. لا، اهدي شويه. لكن مارس نشاطاتك العاديه اليوميه العادي اللي هو بتاعتك في البيت. تمام. مفيش مشاكل. معانا اتصال. الو. الو استاذ محمد. عليكم السلام. اتفضل. انا بتكلم يا دكتور امير. اهلا بيه. اتفضل. والنبي يا دكتور، خشونه المفاصل لها حاجه في العلاج؟ واستعمل السكر العادي والسكر الذات مفيد ولا مش مفيد؟ تمام. انت قلت نقطتين كويسين جدا يا استاذ محمد. حاضر. بالنسبه لخشونه المفاصل، مفيش حد ما عندوش خشونه مفاصل يكون بيتحرك.
يعني اي حد رياضي او بيلعب رياضه عمره ما هيجيله فصول مصابات حتى لو هو ما بياكلش كويس. تمام. ممكن نمثلها بحاجه كده يعني بسيطه جدا. انت لو عندك باب اكيد فيه مفصلات، لو انت مش بتفتحي الباب ده على طول وتقفليه لازم مفصلاته هتبقى خشنه بالظبط والعكس. تمام. فبالظبط كده. فاي حد بيجيني العياده يقول انا عندي خشونه اقول له امشي مش اقعد. دي حاجه، دي حاجه مهمه جدا لان جسمنا سبحان الله ربنا بيخليه يتكيف على اي وضع. تمام. فدي حاجه من الحاجات اللي بجانب العلاج. لو حضرتك قعدت تاخد علاج طول عمرك وما بتتحركش مش هتستفيد. تمام. ماشي. طبعا في علاجات كتير جدا لموضوع الخشونه، يعني لدرجه ان احنا بنحقن كمان السائل الزلالي اللي هو في بنفصله عن الدم نفسه. يا دكتور ولا بنجيب من بره؟ ايه ده بنفصله عن الدم؟ يعني احيانا في ناس تقول نسحب عين الدم ونفصل السائل الزلالي. دخلت كده في موضوع تاني. دخلت بقى في حاجه اسمها بليتلت ريتش بلازما. ده العنوان بتاعها او اسمها بالانجلش. بالعربي ممكن نقول خلايا البلازما الغنيه اللي هي فيها كل المعادن والاملاح والحاجات الموجوده في دمك. تمام. طبعا الموضوع ده موضوع كبير جدا ومهم جدا كمان. هو يعني السكر الدايت، السكر الدايت هو مهم بس ان هو ما يبقاش فيه سعرات كتير، عشان في ناس بس بتاخد سكر دايت فيه سعرات كتير وبيلاقي نفسهم ما بينزلوش ويقول لك لا ده لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. وما يبقاش فيه مواد ضاره، ما يبقاش فيه اسبرتام مثلا او سوربيتول او الحاجات دي. تمام. يعني لازم يكون خالي من الاسبرتام وخالي من السوربيتول وزيرو كالوري، عشان بس ايه دي المعايير اللي انت ممكن او تقييم المنتج. طيب. فلازم يبقى فيه ثلاث حاجات دول، ثلاث كلمات دول. ماشي. خالي من الاسبرتام، خالي من السوربيتول وزيرو كالوري. طيب. او زيرو سعر يعني. بالنسبه للتجميل، حصل الولاده وخلاص الدنيا تمام، كلف الحمل بياخد قد ايه عشان ينتهي؟ بصي هو من البدايه لازم اكون واخده بالي من كل الكلام ده. لازم تكون بشرتي مترطبه على طول، بحط الكريمات الكويسه، لازم اكون مخليه بالي من ميزاني، السمنه بتاعتي، لازم اكون مودي كويس، لازم اكون باكل كويس. تمام. الحاجات دي بتقلل او ممكن كمان تضيع خالص الموضوع ده. ولكن الكلف يعني ممكن وان سيشن كده او جلسه واحده مثلا ليزر او حاجه تضيعه. يعني دلوقتي في حلول كتير جدا، ولكن انا من البدايه ليه اعمل مشكله؟ يعني انا ما اخليش مشكله تحصل عشان اروح. طب دكتور امير، احنا معنا كده ان حضرتك ودكتور حامد في عياده واحده سؤالين مشتركين. دكتور حامد سريع. طب خلاص سؤالي. ماشي. عارف السؤال ده، انا عارف السؤال ده. فكده معنى كده او اللي انا فهمته ان احنا دلوقتي لو انا دخلت الدكتور حامد وانا حامل، انا لازم ادخل الدكتور امير عشان يقول لي اعمل ايه، شعري ما يقعش، ضوافري ما تتكسرش، ازاي احافظ على بشرتي. تمام. طيب ممكن نقول عنوان العياده عشان نبقى جدا طبعا نشرف بكل الناس اللي ممكن تجي لنا. احنا موجودين في شارع السبق، 4 شارع السبق قدام البنك الاهلي في مصر الجديده. 4 شارع السبق الدور الرابع. ايوه صحيح. مصر الجديدة، 4 شارع السبق الدور الرابع مصر الجديدة. طيب السؤالين بقى، امتى اقول ان البيبي ده ما يكملش، ان حضرتك لازم يحصل فيه ينزل؟ اوكي. ان شاء الله ما تحصلش. ان شاء الله يعني باذن الله. اكيد ما فيش يعني ما فيش قلق يعني، ما فيش واحده بس، عشان هم ساعات الستات بتبقى بتفكر في الموضوع ده من اول الحمل، فهي يعني نبقى عارفين بس النسبه قليله جدا اللي احنا اضطرينا ان احنا ننهي حمل. يعني هو المبدا العام لا ضرر لا ضرار، يعني لا يبقى في خطوره على الام ولا يبقى في خطوره على البيبي. خطوره الام بتتمثل في ايه؟ ضغط يرتفع جدا، ودي عاده بتبقى ما بتتابعش اصلا، فضغطها ارتفع جدا لدرجه عاليه جدا، فممكن يسبب لها نزيف، ممكن يسبب لها حاجه. تمام. ممكن يكون عندها مثلا انزيمات الكبد بترفع، في حاجه اسمها هيلب سندروم بيظهر برضه مع الضغط، وبيظهر برضه في بعض الحالات الثانيه ان ممكن تضر الام او يعني تؤدي لا قدر الله للوفاه. فساعتها بيبقى الحل اللي قدامنا او العلاج بتاعها هو احنا ننهي الحمل. تمام. السؤال الثاني، حقن التيتانوس والشهر الثامن بتبقى مؤلمه جدا. مش في الشهر الثامن بقى. بتبقى في شهر كام؟ لا بتبقى في شهر الخامس. الخامس. طيب في ناس كثيره بتشتكي منها. ليه؟ ده تطعيم عادي. ده تطعيم. يعني حاجه اساسيه لازم ان هي بصي هو 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 مش حاجه اساسيه يعني. هو تطعيم من التيتانوس، فالناس اللي ممكن يعني لو واحده مش معرضه اصلا الموضوع دوت عن طريق الشع والعدوى والكلام ده كله اتس اوكي ما تاخدهاش. زي بالظبط في تطعيمات اساسي وفي تطعيمات غير اساسيه، بس دلوقتي في مبادره الكشف على الحرام اللي عاملينها الدوله فجميله جدا، فهم بيدوها يعني كل التطعيمات وكل الحاجات بتاعتها، فحلوه كويسه ان احنا نحمي. وانت لما بتحمي او بتدي التطعيمات ديت انت مش بتحمي فرد. انت عامه عشان تحمي
المجتمع نفسه، يعني انت بتقللي المرض في المجتمع. تمام. طيب السؤال بقى يا دكتور اللي انا كنت قبل ما نبدا الحلقه بقول لحضرتك، في حد كلمني امبارح وقال لي ارجوكي اسالي لي الدكتور النساء اللي هيكون معاكي، زوجها مصمم للبنت ان يحصل لها ختان. طيب هو بعيدا عن نطاق الحلقه بس لا ده مش هنتكلم فيه كتير، هو ببساطه فوربيدن، ممنوع. ممنوع بس خلاص، ممنوع. ممنوع باتفاق فقهاء الدين وباتفاق علماء الطب في الحالتين. دكتور حامد، دكتور امير، احنا طبعا كنا محضرين كلام كتير قوي واسئله كتير نقولها، بس اكيد احنا استفدنا بالحلقه جدا، نظره قويه جدا. وان شاء الله لينا حلقه تانية مع بعض ان شاء الله باذن الله. وشرفتونا النهارده، استفدنا جدا، واكيد الناس اللي اتصلت واكيد الناس اللي كانت بتتفرج علينا برضو استفادت معانا، واكيد اللي هيشوف الحلقه اذا كانت على اليوتيوب او اذا كانت في الاعاده يستفادوا منها كتير جدا، واحنا كمان لما نيجي نتفرج عليها تاني اكيد كل واحد مننا هيلمس في حاجات كتير. خلاص انت حفظته بقى. طبعا. تمام، شرفتونا ومستنيينكم الاسبوع اللي جاي قبل دلوقتي بساعه.